وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طول كرم النائب التشريعي عن طول كرم المهندس عبد الرحمن زيدان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. بداية، حكومة محمد شتية تعيد أداء اليمين الدستوري اليوم أمام محمود عباس في رام الله، إلى أي مدى ترون دستورية هذه الإجراءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حالتنا الفلسطينية بشكل عام تفتقر إلى الجانب الدستوري، لأن هناك مخالفات كثيرة للدستور ارتكبت منذ يعني حوالي 14 عاما أو 13 عاما، ولم تتوقف هذه المخالفات سواء في تشكيل الحكومات أو في تشكيل المحاكم، سواء المحكمة الدستورية أو محكمة الجنايات الكبرى. فالمخالفات الدستورية كثيرة لدرجة لم يعد الإنسان يستطيع أن يتابع مقدار المخالفات ومقدار الخروج عن النص الدستوري الوارد في القانون الأساسي في كثير من الإجراءات والتصرفات التي حصلت خلال هذه الفترة. أستاذ عبد الرحمن، يعني نعم، أحد هذه المخالفات هي حل المجلس التشريعي الذي لا يملك أحد حله، وإحدى هذه المخالفات هي أيضا تكرار تشكيل الحكومات بغير توافق وطني وبغير التزام بنصوص القانون الأساسي. بعيدا عن الإجراءات، يعني كيف تنظرون لتصريحات رئيس الوزراء المكلف؟ هل هي مباشرة بعد حديثه عن إعادة التواصل مع حماس وأن غزة حاضرة في برنامج حكومته؟ يعني مع كل الاحترام لشخص رئيس الوزراء المكلف الذي يعني هو سيعيد حلف اليمين الدستوري اليوم، بغض النظر عن التفاصيل وبغض النظر عن أشخاص الحكومة أيضا، لكن أعتقد بأن هناك خطابا إعلاميا بعيدا عن الواقع وخطابا إعلاميا بعيد عن حقيقة ما يجري، لأنه المسألة يعني أن غزة هي في صلب عمل هذه الحكومة وفي صلب اهتمام هذه الحكومة. يعني أنا كنت أمل أن يبادر رئيس الحكومة إلى أن يقول أن ابتداء من حلف يمين هذه الحكومة سترفع جميع العقوبات والإجراءات التي اتخذت بحق أهلنا في قطاع غزة. هذا هو التوقع الوحيد المرضي للشعب الفلسطيني بكل فصائله، وأنا يعني أؤكد على ذلك، لأنه هذا المطلب كان في اجتماعات اللجنة المجلس المركزي واجتماعات المجلس الوطني، وهو مطلب لكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي ولكافة فئات المجتمع الفلسطيني. كنت أتوقع أن يكون أول إعلان لرئيس الحكومة، أو آمل أن يكون أول إعلان لرئيس الحكومة، الجدية في إعادة اللحمة الوطنية ورفع العقوبات ويعني إنهاء هذا الليل الحالك السواد البغيض الكئيب الذي هو الانقسام، وعدم الإمعان في تكريس هذا الانقسام من خلال تشكيل الحكومة بهذه الصورة وبهذا البرنامج. طيب، حقيقة هذا البرنامج الذي لا يخدم جهود إعادة الوحدة وإنهاء الانقسام. أستاذ عبد الرحمن، أنت قلت عدم الإمعان في الانقسام بهذا الشكل، يعني هل ترون في هذا الحال أن عباس يريد فرض أمر واقع لغرض إحراج الفصائل المقاومة في غزة، أم أنه استشعار للخطر بعد تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأخيرة بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة؟ لا 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 أرى استشعارا للخطر، لأنه الخطر يسبق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب. الخطر يكمن في كل الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة منذ الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة أستاذ عبد الرحمن، هل أنت معنا؟ هل تسمعني جيدا أستاذ عبد الرحمن؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد عبد الرحمن زيدان النائب في المجلس التشريعي عن طول كرم. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.